الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أهلا بكم وزادكم الله هدى وإيمانا ويقينا بآيات القرآن الكريم. أرسل الله الرسل إلى قومهم بمعجزات تؤيد صدق رسالتهم، وكانت معجزات هؤلاء الرسل حسية خاصة بقومهم وانتهت برحيلهم حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه أرسل إلى الناس عامة وكافة حتى قيام الساعة فكان لابد من معجزة خالدة وهي القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذه البعوضة تلك الحشرة الصغيرة التي لا نكترث إليها ونقتلها بشتى الطرق ولا نشعر بأي ذنب ذكرت في القرآن. نزلت آيات القرآن الكريم تسفه من آلهة المشركين وتحقر من شأنهم. قال ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما: لما ذكر الله العنكبوت والذباب في كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكوا اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الآية الكريمة: إن حرف توكيد ونصب، لا يستحي أي لا يمنعه الحياء جل وعلا في الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. وده معناه إن كان الله لا يستحي من الحق فإنه في غيره حيي كريم جواد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أي يردهما صفرا، ونحن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل نرجوه الفردوس الأعلى، أي يضرب مثلا ما بعوضة. فلماذا البعوضة؟ كلمة بعوضة كلمة مفردة، وذلك يدل على أن البعوضة تعيش بمفردها ولا تعيش في جماعات. ولماذا بعوضة وليس بعوض؟ ثبت علميا أن البعوضة هي المسؤولة عن نقل الأمراض للإنسان والحيوان، فالبعوض المذكر يتغذى على رحيق الأزهار، أما البعوضة المؤنثة فتتغذى على الدماء لأنها تحتاج إلى البروتين في إنتاج البيض. وسبحان الله، مملكة البعوض تحتوي على أكثر من 3000 فصيل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وضعت البعوضة تحت مجهر إلكتروني بكبر 400,000 مرة، فإذا في رأسها 100 عين، وزن البعوضة 1/1000 من الغرام، في رأسها 100 عين، في فمها 48 سنا، في صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. وتملك البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، هي ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأشكالها ولا بأحجامها، ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط. الغرفة بالشتاء الحرارة 5، الطفل 37، لا ترى إلا الطفل، مع جهاز تحليل دم، ما كل دم بناسبها، تأخذ عينة بعدين بتمص، قد ينام أخواني على سرير واحد، الواحد دمه لم يعجبها لا تلسعه، أما الثاني ملأته لسعا، مع جهاز تحليل ومع جهاز تميع دم، لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومها بتميع الدم، ومع جهاز تخدير حتى ما يقتلها بتخدره، لما تنتهي من مص الدم بعد ثواني بينتهي مفعول التخدير، بحس بلسعة البعوضة يضربها بكل قوته، هي في سماء الغرفة تضحك عليه. أما خرطومها فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها
كان الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أن البعوضة متناهية في الصغر، لا يوجد من هو أصغر منها في الحجم. وهنا يأتي الإعجاز العلمي في القرآن، هناك بالفعل كائنات أدق من البعوض مثل البكتيريا والفيروسات. وهناك أيضا إعجاز علمي، ثبت بالفحص الدقيق للبعوضة أن هناك حشرة صغيرة تعيش على ظهرها تسمى حشرة البق الصغيرة أو مايتس، وهي تقتات على ظهرها. والغريب هنا أن حشرة البق هي المسؤولة عن عمل توازن طبيعي حتى لا يزداد أعداد البعوض عن الأعداد المسموح بها. وده يخلينا نتدبر ونتفكر في حكمة الخالق حتى في أدق المخلوقات حشرة صغيرة تسمى البق. فأما الذين آمنوا فعندهم إيمان وعلم ويقين لا شك فيه أن هذا من عند الله. وأما الذين كفروا بجهلهم وعنادهم يسألون لماذا ضرب الله هذا مثلا. وفي هذه الآية الكريمة تمييز للمؤمن عن الكافر، ويجب علينا أن نؤمن بكل ما ذكر في القرآن الكريم. قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: الحكمة من أي تكليف إيماني هو التصديق والإيمان والطاعة حتى وإن كانت الحكمة غائبة عنا. فأنا أصلي لأن الله أمرني بالصلاة، وليس لأن الصلاة نوع من أنواع الرياضة. وأتوضأ لأن الله أمرني بالوضوء، وليس لأن الوضوء من النظافة. وأصوم لأن الله أمرني بالصيام، وليس لأن الصوم يشعرني بجوع الفقير. فلا يمكننا استبدال الصلاة بالرياضة، ولا الوضوء بالاستحمام قبل الصلاة، ولا أن نمنع الفقير من الصوم لأنه لا يحتاج إليه. وهذا هو الفرق بين الكافر والمؤمن في استقبال الأمر الإلهي. وأخيرا قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: الحمد لله على أن نعمة الاختيار هي فقط للإنسان، فالاختيار هو أساس كل فساد. أما الكون فهو مقهور يؤدي مهمته بكل دقة وعناية مثل الشمس والقمر والنجوم. وقانا الله وإياكم من اختيار الباطل على الحق والمعصية على الطاعة. جزاكم الله خيراً.